أين هم هؤلاء الذين رفعوا هذه الشعارات؟ إلى أي مدى كانوا صادقين؟ كيف استطاعوا أن يوظفوها من أجل هدم الدولة المصرية، من أجل تدمير الشرطة المصرية، من أجل الاحتكاك بالجيش سعيا إلى تفتيته؟ ارجع ورا للخلف، تذكر ما كان يحدث، تذكر حالة الفوضى، حالة الانفلات، المظاهرات الفئوية، كل ده تذكروه، اوعى تنسوه. اوعى يا شعب مصر حد يضحك عليك مرة تانية، وما حدش يعرف يضحك على شعب مصر. شعب مصر واعي ومدرك، واللي عايز يشوف شعب مصر يقرأ تاريخه ويفهم كويس قوي ازاي الشعب ده تصدى، وازاي الشعب ده ما حدش قدر يضحك عليه، خصوصا بعد المرار اللي شافه بعد 25 يناير. فاكرين اللي كانوا بيحشدوا الناس في 11/11 والبلد خلاص وهتطلع وهتولع وهنرجع الجيش لمكانه ونرجع الشرطه مش عارف ايه؟ ماذا حدث؟ الشعب المصري اداهم درس، تلو الدرس تلو الدرس، فاصبحوا مندهشين من اللي بيحصل ده. ايه الشعب العظيم ده؟ ايه الشعب الرائع ده؟ ايه الشعب اللي محدش يعرف يضحك عليه ده؟ ايه الشعب اللي بياخد دروس وعظات من التاريخ وعبر؟ اوعى حد يتصور ان الخائن يمكن ان يكون وطنيا. اوعى حد يتصور ان كل اللي تآمر على الجيش وعلى الشرطة وعلى البلد دي ممكن يبقى انسان صالح في المجتمع. لا، مسألة مش كلام ولا شعارات، ولا مسألة واقع. انزل تحت في الشارع وقف مع الناس وقرب من الناس وهتشوف الحس الوطني للناس وقت الجد. الناس بتشتكي والبعض يتطاول، وارد وبيحصل وبنعذر ناس طالما كانوا في الإطار الوطني، لكن في ناس مش ده قصدها، ولا باكي على الشعب المصري، ولا عايز الشعب المصري يشم نفسه، ولا عايز البلد دي تقف على رجليها، ولا عايز جيش وطني نزيه وشريف ومستقل وقائد لا يحمي سوى الشرعية في البلد دي، ولا جهاز الشرطة عانى وتآمروا عليه وعايز أولاد الضباط بأن أبوهم ضباط وأهانوا الرموز، ومع ذلك ما فيش ضابط ولا جندي استدعي للخدمة أو شاب بلده عايزاه وما رجعش تاني وما وقفش وما قدمش روحه فداء للبلد دي. البلد دي جوانا، في الدم بتجري، في الجينات موجودة، بكل حبة تراب وبكل ذرة في أرضها الواسعة الشاسعة اللي ما زالت بحدودها من 7000 سنة. البلد دي فيها شيء جميل، فيها شيء رائع تتذوقه، ما تقدرش تبعد عنها، ما تقدرش تسيبها في أزمة، تسيبها في مشكلة، ما تقدرش، حتى لو زعلان منها، حتى لو قعدت تقول أنا ما خدتش حق منها، حتى لو تصورت إنك ظلمت، وقت الجد بتبقى في الخندق. وشوفوا أحداث مصر وآخرها 30 يونيو وآخرها 26 يوليو، وكل يوم كل يوم الشعب المصري بيثبت إنه شعب من الرجال اللي عندهم كرامة، اللي خوفهم على بلدهم، اللي غيرتهم على وطنهم، اللي بيتصدوا بدون تعليمات من حد، اللي بياخدوا قرارهم المستقل بدون أي إملاءات من كائن من كان.